أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة رضي الله عنه عندما قتل أباه؟ الله مدحه، تقول عاتبه، الله مدحه بهذا، قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادونه، هذا مدح له. نعم. أحسن الله إليكم. الكافر إذا جاء يقاتل المسلمين يقتل ولو كان قريبا.